بدأت الخطى تتسارع في تونس مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. 26 مرشحا انطلقوا في حملاتهم الدعائية لإقناع الناخبين باختيارهم. ناخبون قالوا كلمتهم في الانتخابات التشريعية ويتطلعون بأمل للموعد الرئاسي في 23 من نوفمبر. نحب كتونسي، نحب كرئيس يوحد تونس الكل، ينهض بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا بعيدا عن الشعارات. نحب حاجة واقعية وحاجة ملموسة، ونحب التوانسة كل يخدم، من بينهم الرئيس يخدم على روحه والتوانسة كلها تخدم. باش تنهض تونس لازم الناس كلها تخدم. والله النتيجة باش تتحصر في الأكثر، معناها بين زوز أشخاص ما أكثرش، لكن أنا نتوقع اللي باش تتبع الانتخابات التشريعية إن شاء الله. نتمنيه هذا على خطر أنا انتخبتني نداء تونس وباش نكمل معناها في الطريق هذا. النتائج التي حققها حزب نداء تونس في التشريعية والإمكانيات البشرية الهامة التي أظهرها في افتتاح الحملة الدعائية لمرشحه الباجي قائد السبسي دفعت منافسيه السياسيين على رأسهم حركة النهضة إلى التخوف من هيمنة نداء تونس في حال فوزه بالرئاسية بعد التشريعية. هناك مخاوف في البلاد من عودة حكم الحزب الواحد والهيمنة على الإدارة والهيمنة على مؤسسات الدولة. نحن بطبيعة الحال ضد أي منزع هيمني من أي حزب من الأحزاب على مؤسسات الدولة، وأحسب أنه من الرسائل التي أرسلها الشعب من خلال نتائج الانتخابات هو أنه لا مجال بعد اليوم لهيمنة حزب واحد. تأخر النهضة في إعلان دعم مرشح بعينه للرئاسة دفع ببعض المرشحين لطرح فكرة التوافق حول مرشح واحد لضمان وصوله إلى الجولة الثانية، فكرة لم تلقى تجاوبا من أغلب الأحزاب المعنية وخاصة تلك التي حققت نجاحا نسبيا في الانتخابات التشريعية. السيد حامد الهمامي هو مرشح الجبهة الشعبية، هو يعني مشروع للجبهة الشعبية في مستوى الانتخابات الرئاسية، ولذلك فإننا جميعا مجندون من أجل نجاح يعني الرفيق حامد الهمامي في هذه الانتخابات، ولا تعنينا يعني بقية الأسماء الأخرى ولا تعنينا بقية التحالفات الأخرى. نحن غير معنيين فقط بأن نقف وقفة رجل واحد وصف واحد من أجل أن يكون مرشح الجبهة الشعبية يعني في الدورة الثانية، ومن أجل أن ينتصر وللفوز بانتخابات معناها الرئاسية التونسية. تنافس يحتدم على منصب شغله الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي لمدة 3 سنوات. رفض ربطة العنق والبروتوكولات واتخذ قرارات وتبنى مواقف أثارت جدلا عميقا في الشارع التونسي. كان من المفروض أنه يكون في وضعية فوق الجميع، إنما في العديد من الحالات انحاز إلى مواقف، نجمش نقول حزبية، ولكن انحاز إلى الترويكا الحاكمة، مهملا في ذلك لربما الطلبات وانتظارات التونسيين. فكانت فترته فيها معناها فما شعور بأنه كان منحاز وقسم الشعب التونسي، وهذا مما سيفضي أنا حسب رأينا إلى تصويت عقابي. المتابعون للشأن التونسي يتوقعون نسبة إقبال مرتفعة على الاقتراع، إما لرغبة الناخبين في تأكيد خيارهم التشريعي أو تعديله في انتظار باقي المحطات السياسية. تونس تودع فترة وتستقبل أخرى، ودعت نظام حكم واستقبلت آخر، ورغم صلاحياته المحدودة يتطلع التونسيون بأمل إلى رئيس يجمع كل التونسيين، يعيد الأمن والاستقرار ويحافظ على مكتسبات الحرية ويرسخ مفهوم النظام الديمقراطي. أيمن الرزقي، سكاي نيوز عربية، تونس.